طبعا انا هحاول الخص الماركت بروفايل دلوقتي. انت بكل تركيزك ده الشغل بتاع يوم الجمعة، فانت بتجيب يوم الخميس المربع اللي هو كان بتاع يوم الخميس. لو احنا فتحنا فوقيه يبقى انت بتشتري، لو انا فتحت يوم الجمعة فوق المربع اللي هو ده بتاع يوم الخميس يبقى انا ايه هشتري، لان انا المربع ده ما كانش ظاهر لسه وما كانش اكتمل. المربع ده انت هتستخدمه في اليوم اللي بعده، فانت بتشتغل على اليوم اللي هو ايه اللي قبله، يعني بكرة لما السوق يفتح او النهاردة لما السوق يفتح بالليل هتشتغل على المربع ده. لو السوق فتح فوقيه يبقى انت هتشتري اي نزول، لو السوق فتح تحتيه يبقى انت هتبيع اي طلوع، لو السوق فتح في النص في نص المربع دوت، يعني لو السوق فتح هنا يبقى انت هتبيع الطلوع وتبيع وتشتري النزول. ماشي، فتعال شوف اللي هو اليوم دوت النيوزيلندي فتح هنا في النص في نص المربع ده، ادي حدود المربع ده الابيض وهو فاتح هنا اهو، يبقى انت ايه هتبيع الطلوع وهتشتري النزول، فانت كده معاك صفقتين كويسين. الباوند دولار، باوند دولار فاتح فين؟ في المربع ده، هتلاقيه هيمشي بالعرض، يبقى انت متوقع الحركة في اليوم دوت هيمشي ولا طلوع ولا نزول، هيمشي سايد واي، وهو ده اللي حصل لانه فاتح في الحتة دي، فعشان كده تبيع اي طلوع وتشتري اي نزول. اليورو دولار ان هو فاتح فوق المربع بتاع اليوم الخميس فانت هتشتري، وفعلا طلع واي نزول بتشتري اي نزول. طبعا ما تجيش في نهاية اليوم بقى وعايز تعمل صفقة في اخر ساعة ولا في ساعتين، انت شغلك بيبقى كله ان هو يعني انت لو عملت في كل صفقة مثلا 30 نقطة او استنيته، لو انت نايم ان هو في اسيا والسوق اي نزول تشتريه بقى، تشوف اي طريقة تانية بقى تشتري بيها النزول دوت. بالنسبة للدولار ين، الدولار ين فاتح عند الحد العلوي بالظبط، فانت اي نزول بتشتريه، اي نزول بتشتريه، وشايف اليوم اهو، لان احنا فتحنا يعني انت تعتبره ان انت فاتح جوه المربع، فهيبقى اليوم هيمشي ولا طلوع ولا نزول، اي نزول بتشتريه واي طلوع تبيعه، وهو ده اللي حصل. اي طلوع وانت فاتح في منطقة عالية اتباع، واي نزول بتشتريه راح طالع. الدولار كاد انت فاتح هنا هوت في الحتة دي تحت المربع ده، يبقى انت اليوم بيع. الاسترالي انت فاتح فوق المربع ده، فاتح هنا فوق المربع ده، فانت هتشتري اي نزول، اي نزول بتشتريه. وهنا بقى بيجي دور ان انت هتحدد مناطق النزول اللي انت بتشتري فيها. فانت شفت مثال الماركت هيتحرك بالعرض، الماركت هيطلع لفوق، الماركت هينزل لتحت. الذهب اللي هو يعني مجنن الناس، الذهب فاتح فوق المستطيل دوت بتاع اللي هو ايه المربع ده، فانت تبقى شير اي نزول اشتري. طبعا احنا عملنا فيديوهات تانية بيقولك انت هتشتري فين، ارجع للفيديوهات دي عشان تنقي مناطق الدخول اللي انت هتدخل فيها. يعني انا عرفت النهارده ان اليوم شراء فانا بشتري اي نزول، طب هشتري فين بقى دوت برضو في الفيديوهات التانية اللي احنا شرحناها. بتدور على خط كويس تشتري من عنده عشان لما يطلع تبيع، فانت كده خط الطلوع والنزول ولو الماركت اتحرك طلعت. يا رب اكون شرحت لك الموضوع ببساطة. طبعا الشكر كل الشكر لمحمد
ان هو شرح الكلام ده ببساطة، لان الموضوع معقد جدا جدا. انا بقالي يعني 10 15 سنة بحاول افهم الماركت بروفايل، وانت اطلع اكتب الماركت بروفايل شوف هتتعقد ازاي، ومفيش حد هتفهم منه حاجة. فيعني الحمد لله ان احنا بسطناه ووصلنا لخلاصة الخلاصة عشان تعرف اتجاه اليوم، ومحدش بقى يقول لي بقى هو طالح هو نازل. انت بتجيب الماركت بروفايل وبتعرف على طول. نشوفكم على خير ان شاء الله.